اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده قبل الفاصل على اكلات خفيفه ان شاء الله حضراتكم، بسيطه فيها مزاج شويه. فكره الفطار طبعا اي لقمه طبعا تتاكل مفيش اي مشكله، ولكن فكره برضو التغيير مطلوب. ايه التغيير مثلا النهارده؟ جايب عندي فرخه هعمل بيها الوجبه اللي انا عايزها كلها بشكل لطيف جدا ان شاء الله بفكره الشركسيه. الشركسيه اكله جميله جدا قديمه وليها تفاصيل واحنا كمان بنحبها جدا، فيها رز ابيض وفيها صوص حلو جدا معمول بعين الجمل وفيها فرخه مسلوقه بناخد ونفصص ونتكلم ان شاء الله واحده واحده مع حضراتكم. ولكن اهم حاجه في الشركسيه ونحط تحتيها كده ثلاث اربع شروط، سلق الفراخ. سلق الفراخ مهم جدا جدا ويكون ريحته كويسه جدا ومرقه كويسه جدا عشان اطلع منها المرقه اللي هعمل منها الصوص، والصوص بيبقى مشترك ما بين الكريمه وما بين المرقه، فلازم يكون في يعني نفس كويس قوي في المرقه، ما ينفعش يكون في سنه زفاره كده او كده. هبدا بقى اول حاجه على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ مغسوله غسله نظيفه ومنقوعه ومظبطين الامور كلها، وعندي حبهان فلفل حصى بصل فصين ثوم جزرايه كرفس حاطط جنزبيل النهارده كرات، ده كله مع بعضه كده في قلب حله كبيره بسم الله الرحمن الرحيم، تكون بتغلي فيها ميه سخنه عشان ابدا اعمل مرقه حلوه زي ما هي كده، كل حاجه زي ما حضراتكم شايفينها بمنتهى البساطه. اه حلو الكلام، كلام جميل. وسيب الكلام ده شويه ياخد وقته، وممكن نضيف عليها كمان من عندي لو حابب حبيتين حبهان كمان حته قرفه مره كمان، ايوه في الفحصه كده قرفه كمان وشكرا. وهوارب بقى بالحله شويه عشان خاطر يطلع كل البخار ما يبقاش مكتوم في اول غلوه فيعمل لي الريم اللي ممكن فيه بعض الناس او هو الطبيعي احنا ما بنحبوش. طيب هنسيب الكلام ده شويه وتعال نخش على اللحم المفرومه بتاعت السبانخ، والسبانخ مش كله بيحبها باللحمه المفرومه، وفي ناس تحبها بالصلصه، انا النهارده هعملها يا ولدي ولا دي، هعملها حته لحمه صغيره جدا اقل بربع كيلو، والهدف منها يبقى طبق برضو معايا رئيسي في الـ في الـ في المائده النهارده ومعمول مظبوط. فكره السبانخ انا هعملها النهارده كريمي بجبنه بالبشاميل بالتركيبه دي، لكن مش هاخد فيها صوص بقى طماطم وهعمل حشو من جوه، لا همشيها كلها كريمي كده مع الجبنه شويه وهنشوف تفاصيلها عامله ازاي. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ملح وفلفل اسود كالعاده في اي حاجه ليها علاقه بتشويح اللحوم في النار السخنه عشان ننزع اي زفاره وكمان ناخد ريحه حلوه وصدمه سريعه. يبقى سنه ملح لطيفه، وهاجي عندي هنا في حله سخنه جدا اهي، هبدا انزل عندي بيه مكعبين زبده حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم كده ماشي الكلام، وهنزل على طول وراها باللحمه المفرومه بالشكل ده كده اهو. وانا شغال شايف قدامي بهارات حلوه في ايدي الهون، انزل بحبه كده حلوين يديله ريحه كويسه. ايدي الهون دي فيها ايه بقى يا شيف؟ اشمعنى البهارات الحلوه؟ لا طبعا ايدي الهون دي بجيب عندي بهارات بعملها فريش كلها، اللي هي زي الكبه الصيني زي سبع حبات، التركيبه دي كلها بتبقى فيها تستحشات جدا حلو قوي. هنا بص المنظر راح لفين، مفيش اقل من دقيقه ما كملناش تعصيب. طيب وبعدين ابدا ازود حاجتي، ايه بقى الحاجه اللي عندنا؟ عندي بصلايه كتيره شويه كده، وهبدا برضو اقلب حاجتي. انا هنا بعصج اللحمه عادي زي مكرونه بشاميل زي اي حاجه، هي الفكره حشو، ولكن السبانخ بصراحه هي لوحدها من غير لحم مفروض تبقى حلوه جدا، بس قلت النهارده والله نعملها ايه، نكسر بس الروتين ونحط لها حته لحم مفرومه، لان زي ما بنحطهاش لحم مفرومه البشاميل بالذات، ونبدا نشوف نعمل لها صوص حلو ازاي. اعلي النار الناحيه الثانيه على حبه اللبن دول عشان ابدا اعمل صوص بشاميل حلو وبسيط، وعايز احط له حته كريمه لو عندي جبنه كريمي لو ايه اي نوع جبنه ما عنديش مشاكل. طيب نرجع بقى نخش على طول على اللي بعده. ايه ممكن نحطها تاني عندي؟ عندي قرن فلفل اخضر واحمر صغيرين جدا زي ما حضراتكم شايفينهم، هينزلوا عندي برضو في الحشو. بس الفلفل الاحمر يعني مش شرط يبقى سبايسي على فكره، لازم يكون عادي رومي زي كده هيبقى تستوي حلو جدا وبيدي ريحه كويسه قوي كده. وبعد كده هنعمل ايه بقى تاني؟ هنجيب طماطمايه ممكن نحطها او ممكن لا، بس طبعا مهم جدا فص الثوم. فص الثوم مهم جدا جدا في التعصيبه دي. بس حطينا تاتش البهارات بتاعنا تمام التمام كده، انا عملت ايه خلطه حلوه جدا جدا ما فيهاش اي حاجه من الصعوبه. هرفع الكلام ده كله واجي على جنب، وهاجي هنا شايفين السبانخ الفريش عامله ازاي كده، احنا بره النار دلوقتي، السبانخ الفريش اللطيفه دي هنزل بيها كلها متقطعه كده
مغسوله غسله نظيفه متظبطه وبتقلبها بالراحه بالشكل ده كده مع اللحمه المفرومه. ممكن احطها تاني على النار ولكن بس اقلبها الاول بره النار وبعد كده هسيبها شويه. مش عايز اقرص عليها في التسويه، هي ورقيه السبانخ عشان نستفيد بيها. مش صح اعضاءها خليها تغلي في سلق او خليها تتقلب كتير في تشويح او تتحش الفرن، لا هي السبانخ ورقيه فلازم عشان نستفيد بيها لازم تكون تسويتها تكون نص سوا ويكون خضارها واضح لونها واضح زي ما حضراتكم بتشوفوا كده قدام عينيك زي الخضره بتاعت السلطه. كده وهي لوحدها اصلا مع الدفيان اللي بقى من اللحم المفرومه برقت تهبط او برقت ايه يعني خلاص تاخد جزء من التسويه. هو ده المطلوب ان احافظ بس على فايده الصحيه بتاعه السبانخ او اي خضار بشتغل بيه. مش شرط ان انا عشان يبقى اسمه في النار يبقى لازم يبقى قاعد قدام كتير، لا مش لازم. ممكن حبه البخار طالعين من حته اللحم المفرومه دي بص عملوا ايه، هبطوها وخلوا اللي انا عايزه كله زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه وكل حاجه واضحه. وهحطها تاني على النار مفيش مشكله، ولكن حبيت بس اوضح لحضراتكم الامور لو مفيش نار برده انا تمام. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اجيب عندي على السريع كده مضرب، بسم الله الرحمن الرحيم، واعمل صوص بشاميل سريع برده وينجز معايا الوقت. نجيب خلطه سريعه كده بسم الله على طول على اللبن او ما يدفى هنزل بيها كده اهوت على طول. اقل من 3 دقايق البشاميل هيبقى قوامه حلو وهبدا اقفل حاجتي كلها واحده واحده. علي هنا ثانيه وانا شغال احط عندي في البشاميل ده مكعب مرقه مفروم او مضروب على السكينه قوي يعني، وتاتش النص كده حبه ملح كمان وسنه جوزه الطيب بتفرق قوي في البشاميل بالزيت. جيب منديل بس هو طبعا التقديم دايما اتجاه واحد البشاميل اذا كان فوري او عادي، ليه؟ عشان ما يكلكعش مني. لو كلكع هحتاج صف تاني ويبقى الموضوع فيه برضو الفكره دي كده، شايف ان الموضوع ابسط من كده خالص. قلب شويه على طول واحنا واقفين ده حركه هنرفعها هيبقى البشاميل زي ما احنا عايزين. ممكن احطه في النص جبنه براحتنا ايا كان. طيب عندي حله ثانيه هبدا احطها هنا كده عشان ابدا احط عندي حبه البصل دول اعمل لهم شوربه حلوه وعايز اكرملهم شويه، فهنزل بيهم لوحدهم خالص من غير اي حاجه غير بس لما لونهم يغمق سيك كده شويه بعد كده هنشوف الحكايه ماشيه ازاي. نلم كمان بقى الحاجات دي خلاص. هنا هخش نقفل على طول دلوقتي السبانخ مع البشاميل اللي يكون خلصان دلوقتي وندخله ياخد جراتان في الفرن بالحشو اللي احنا عملناه مع حضراتكم. والفراخ انا تمام بتاخد سلقتها سيبها شويه تكبر بقى براحتها خلاص. ونجيب دي جنبنا كده نديها تقليبه كمان والبشاميل ابص عليه اشوف اخباره ايه. مكعب المرقه اكيد هيديله تيست، جوزه الطيب هتديله تيست كويسه جدا. اجيب عندي معلقه احطها عندي في قلب البصل ده عشان لو لزق يبقى انا برده بقلب واحده واحده. وهاجي هنا كده البشاميل ده خلصان، ايوه خلصان، ارفع على طول اوسع لنفسي واجيب اخر تقليبه زي ما اتفقنا هنا للسبانخ لو حبينا. بس هي كده خلصانه اصلا مش محتاجه مني اي شيء. لو حبينا نعملها ساده من غير اي خضار او من غير اي لحمه يبقى هتزود السبانخ شويه. وبالمره تعالى الحقيقه كمان نديها في النص كده مكعب مرقه في النص كده، ممكن نديها كمان سنه بهار كمان ثانيه، ممكن كمان نعلي التيست اكتر واكتر نديها مكعبين زبده كمان تبقى ملمعه كده عن كده شويه. كل الحاجات دي احنا بنضيفها واحنا شغالين مع بعض وراحتنا برده ما هياش حاجات اجباري كلها. انا بحب اعلي التيست بتاعي بس عشان لما اكل احس ان في تيست كويس، ما يبقاش الموضوع عادي. العادي ده موجود وحلو مش وحش، ولكن فكره لما احيق كويس في المعقوله في المعقول مش بكتر بهارات الاكل يبقى حلو. احيانا البهارات كترها بتخلي الاكل مش حلو او بتنسيلي طعم الاكل اصلا. طيب حاضر عينيا الاثنين زي ما حضراتكم شايفين، بصوا الخلطه عامله ازاي والسبانخ عامله ازاي. هو ده المطلوب، هجيب عندي بايركس او اجيب عندي طاجن بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب عندي البشاميل الحلو ده. حاضر يا ام ياسين، صباح الفل والهنا يا فندم. صباح النور يا سيدي. اهلا وسهلا فندم، اخبارك ايه؟ انا عايزه اقول لك انا قاعده انا اول مره اعرف الشركسيه. بجد والله؟ يعني عايزه اقول لك والله يعني في حاجات كده الواحد ما بتجيش حتى يعني مبقاش عارفها، ما في عدم بالرقه بقى وماسكه الورقه والقلم. لا هتعجبك لسه، انا هتكلم في تفاصيلها دلوقتي بعد ما اخلص السبانخ دي نتكلم عليها. حاضر اكيد حلوه. اوامرك اوامرك. والنبي يا سيف انا عايزه اطلب طلب هو غريب. انا ولادي
بيتعبوني في الاكل الصحي والحاجات دي. نفسي اعمل لهم حاجات يعني. مره مثلا سمعت ان ممكن البنجر يتحط في مع بطاطس المهروق حاجات كده. حاضر فاهم قصدي. فلو في افكار او مش افكار انا عارفه طبعا انا هبقى بتعبك بس لو في حاجه. لا عيب تقولي كده يا فندم تحت امركم طبعا. اللي هو نقدر مثلا لان هم صايمين بقى وكده وانا عايز اعمل لهم حاجات. ايه رايك لما نحط مثلا الافكار دي في السلطات كمان معانا؟ بس وحاجه ثانيه كمان يا شيف، جيت البشاميل انت كنت امبارح بتقول لنا عليه، انا لما بعمل البشاميل بعمله اللي هو الجاهز اللي انا بعمله ده فوري اللي هو الفوري. تمام جيت اعمله اللي هو بالدقيق وكده. طيب ما اعرفش كلكع مني. كلكع من حضرتك؟ اوكي. طيب. يعني كلكع مني بقى اللي هو انا من ساعه لما اتجوزت انا بعمله عادي باللي هو الجاهز ده. تمام. كلكع يعني. كلكع عشان بس المعيار مش بتظبط بس مش اكتر. ما معلش بقى يا شيف. لا تتظبط يا فندم. هقول لك حاجه وهقول لك حاجه دلوقتي. حاضر. اوامر. حاضر. ربنا يخليك. صباحك كله هنا وبشكرك مكالمتك يا فندم. تسلمي. كلك ذوق. شكرا جدا ليك ومكالمتك. صباحك كله هنا. اسماء هانم صباح الفل. الو صباح الفل يا اسماء هانم. ازي حضرتك؟ صباح الفل يا شيف. عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ زي حضرتك كل سنه وانت طيب. وحضراتكم بخير وصحه وسلامه يا رب. تسلمي وتعيش. ربنا يخليك. بس كنت عايزه طريقه الكبيبه. الايه فندم؟ كبيبه. الكبيبه. حاضر. حباها مقليه ولا في صوص لبنه مثلا؟ لا مقليه. مقليه. حاضر. اوامر يا فندم. حاضر. حاجه تانية؟ ربنا يخليك. صباح الورد. حاضر يا فندم. صباح العسل. شكرا. طيب يا فندم، طيب انا هعمل ايه؟ انا حطيت عندي رق بشاميل الاول. ركزوا معايا، ده بص منظر السبانخ عامل ازاي، وعندي حبه جبنه براحتنا خالص. حبه الجبنه دول براحتنا خالص اهو كده. ده بايركس هيبقى عندك او طاجن في قلب المائده على الفطار، سكه مختلفه شويه كده. وراح جايب عندي بص البشاميل بعد ما ظبطناه وحيقناه. بص عامل الصوص بقى هنا ونزل على وش السبانخ بالجبنه كده. بس لسه في بشاميل تاني بس ده كفايه قوي. وحبه الجبنه الاخر دول هينزلوا معايا برضو على الوش. شكرا بالهنا والشفا. زي ما اتفقت معاكم او قلت لكم من شويه، انا لو حابب احط عليها فكره الصلصه والحشو في صلصه ماشي كده. هو بصراحه حلاوته كده يعني ايه. اهم حاجه بس ايه، نمسح بقى ايه طرف الباركس عشان خاطر ما يبقاش مش لطيف لما يخش الفرن. تمام. يروح ياخد وقته ويعيش حياته كده كده. اصلا انا مسوي حاجه الحمد لله يعني مش معتمد على الفرن غير بس يديني اللون الحلو. طيب صوص الشركسية ايه الحكاية؟ الموضوع والله هو يعتمد اعتماد كامل على حاجة مهمة جدا. ايه بقى الحاجة؟ انا هاخد حبة البشاميل دول ممكن احطهم عندي في الصوص وافكركم بايه؟ ما بحبش ارمي حاجة. طيب ايه ممكن ايه حكاية الصوص اصلا؟ ايه اللي يعتمد عليه الصوص؟ الصوص يعتمد على قلب عيش التوست. قلب عيش التوست اللي هو اللبابة اسمها كده، وبتتضرب كويس جدا في الكبة بتطلع معانا ناعمة جدا. والاعتماد التاني والأهم هو عين الجمل. هو الصوص أصلا معمول بعين الجمل. دول أهم حاجة في فكرة الصوص. طب لو عملناه باللوز مش هيبقى شركسية، هيبقى يعني شبيه لشركسية. طب لو عملناه مثلا بقلب مثلا عيش تاني هيبقى تمام ولكن مختلف شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه، لأن احنا عايزين درجة نعومة معينة هنشوف بيها الصوص حالا مع حضراتكم دلوقتي في منتهى البساطة. ويبقى بيغلي مع المرقة. موضوع الكريمه مهم طبعا، في ياخد حبه كريمه. انا النهارده بقى هديله ايه بقى؟ هديله كريمه وهديله قشطه. شايف القشطه دي في قلب الصوص الشركسي؟ عايز اطوره شويه النهارده الصوص ده، يعني عايز اخليه مختلف عن كل مره. كل مره بعمله عادي وكل حاجه وزي الفل، ولكن النهارده احنا عايزين نمشيه بصوص مختلف شويه. طب مقاديرك عباره عن ايه يا شيف؟ هقول لكم ان شاء الله. اسهل حاجه في الدنيا، اول حاجه عندي بصل وكرفس وكرات ناعمين قوي. حلو الكلام، كلام جميل. بص هنا شوربه البصل بدات تقول ان انا عايزه. شايف الناس اللي انا عايزها اهي معايا يا فندم؟ عم طماريا منورنا. شوف كده معايا يا فندم، شوف المنظر. شايف البصلية راحت لفين؟ ما عملتش حاجه. طب وبعدين فصين مستكه حلوين في النص كده، وانا عندي كرفس وكورنات طبعا هنزلهم من دلوقتي كمان. خلاص انا اللون اللي انا عايزه من شوربه البصل اخدناه من الكرمله دي.
لازم بصل وكرات طبعا، لازم بصل وكرات. في ناس يحبهم مفرومين او عاديين، انا شايف ان هو لا لازم يكونوا حجمهم كده واضح، تشويحه حلوه. وهنا بقى اطعم الامور، هنا بقى بسنه زيت زيتون، ما حطيتش حاجه خالص، سنه زيت زيتون بالشوربه، ممكن احط زبده لو حبيت، بس انا شايف ان زيت زيتون برده مش وحش. تقلبتين حلوين بس كده، وهجهز عندي حله تانية للشركسيه، وهنتكلم واحده واحده معاكم بالتفاصيل على الشركسيه، ونستفيد ان شاء الله من مرقه كويسه. وهنشوف بس هتقفل الشوربه، انا عملت كده النهارده الاطباق بالعكس، الشوربه كان لازم البصل ياخد وقت شويه بصراحه في اللون ده، عشان دي شوربه البصل او دي شوربه البصل، فانا عملت اللون ده اهو زي ما حضراتكم شايفين. بص المنظر اهو، بص الخضار الكرفس ما ينفعش يكون نفس لون البصل، الخضار ده الكرفس والكرات ما ينفعش يكون لون البصل، ده حاجه وده حاجه، ده هي شوربه البصل اساسها كده. في ناس بقول لحضراتكم ما بتحبش تحط مثلا كرفس وكرات، يبقى بصل بس ممكن، بس انا عايز برضو ادلع الدنيا شويه. طيب لحد كده احنا زي الفل جدا. اقول لك اعمل ايه بقى دلوقتي، حط عندي المرقه واسيب الكلام ده كله يغلي ونشوفه بعدين. بسم الله بسم الله، الله ما شاء الله، بس كده يبقى احنا كده عملنا صدمات لطيفه. عندي النهارده بقى ان شاء الله لحضراتكم تقرير حلو جدا، صورناه من فتره لطيفه، وعندي ناس جمال جدا 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 عزاز على قلبي وعلى كل المصريين، محافظه دمياط. محافظه دمياط من المحافظات الجامده جدا في مصر زي كل محافظات مصر، ولكن يتميز محافظه دمياط ان بيعجبني فيها ما شاء الله طبعا، ان هي محافظه انتاج مش بس مصريه، عالميه جدا، وده بيفرحني جدا زي بقيه المحافظات، ولكن انتاج دايما فكره ونجاح دمياط بيبقى دايما يعني صوته عالي شويه، يقول لك ده من اكبر الاسطول المراكب البحريه، ده بيوردوا وبيصدروا دايما اسات كبيره جدا لبلاد اوروبيه، فدي حاجه فخر جدا لبلدنا مصر، فخر يعني ان يكون دمياط من المحافظات دي. يليها بقى الاكل، احلى سمك تاكله في حياتك من دمياط. هتقولي طب اسكندريه وبورسعيد، اقول لك فوق دماغي ومفيش ولا كلام ومفيش مقارنه، كل واحد كله احلى من بعض، ولكن احنا مشكلتنا ان احنا كنا فاهمين او بعض الناس فاهمه ان احنا تعالى نروح دمياط نجيب عفش ونجيب مشبت، لا لا لا، دمياط فيها احلى اكل. انا بصراحه ربنا اتبسطت جدا جدا في دمياط، وعديت الناحيه الثانيه لراس البر، ما بينها مركب بجنيه بدون مبالغه، الرقم مش بقوله بهزار والله العظيم، ناس محترمين جدا، ناس يعني قدروا يعني ايه ضيوف جايين لهم، لا محترمين جدا جدا، يعني تحيه كبيره جدا لحبايبنا في دمياط وكل محافظات مصر طبعا. ولكن النهارده هنشوف بقى تقرير لطيف جدا، التقرير ده تقرير سمك من قلب مزاد وسوق السمك، هنشوف الحكايه ماشيه ازاي كمان شويه مع حضراتكم، ولكن نقفل الصوص ونطلع ان شاء الله ناخد رحله لطيفه. طيب بصل وكرفس وكرات مفرومين جدا جدا، عايز اعمل صوص حلو، واحده واحده عشان الصوص ده اهم حاجه. هناخد معلقه زبده حلوه كده، في ناس تحب تحط سمنه، انا حبيت الميد يعني في النص يعني، ولا شرط ده ولا ده، يعني مش شرط تكون سمنه او زبده، بس هي الزبده معقول عشان هربط بالكريمه. بشوح كويس قوي الزبده زي ما حضراتكم شايفين مع كرفس وكرات ناعمين جدا، ولو مش ناعمين عادي جدا اضربهم في الكبه في الاخر. طيب خلي الكريمه في الاخر، حته القشطه دي عفوا في الاخر مع حبه الكريمه دول، انا كده هحط عندي كريمه لباني، فانا ممكن ما احطش كريمه لباني، ولكن هاخد حبه البشاميل. شايفهم شايفهم؟ حد يرد عليا؟ ايوه كده شايفينهم، انا بقى هوظف دول معايا بدل الكريمه اللباني، وهضيف عليهم حته جبنه قشطه او حته قشطه او حته قشطه بلدي، اي حاجه عندي في البيت، هنشوف واحده واحده بحضرتك. طيب عندي 50 جرام من عين الجمل، واخد نصهم سايبهم كامل، والنص التاني مجروشين في الكبه زي ما حضراتكم شايفين. ايه وظيفتهم؟ دول لازم يخشوا في الصوص ويندمجوا قوي مع ايه؟ مع قلب عيش التوست اللي هو اللبابه، اللي هو الحته الداخليه. لو حضراتكم بتشوفوا مثلا لما نجيب قالب العيش التوست حواليه بقى بره كفر كده بني، احنا بنقطعه اربع ارباع وبنقشر كفر البني ده خالص اللي هي القشره، وبناخد قلب عيش التوست ونحطه عندنا في الكب، بيطلع معايا بالمنظر ده. ده الصوص هو وعين الجمل والكريمه اللباني مع المرقه. كون بقى ان انا النهارده يعني افتكس حاجه زياده او ازود حاجه ان شاء الله تيجي حضراتكم تكون برده بشكل بسيط. طيب بصلايه وكرفسايه تاخده بشكل لطيف جدا، انزل عليهم بايه بقى؟ بعين الجمل الاول. اه شوف بقى الكلام، يتشوحوا هم كمان عين الجمل مع البصل والكرفس والكرات اهو بكل بساطه. شوف، وبرده مش هقرص عليهم كتير في التسويه، هبدا بعد كده اكون مجهز عندي فكره القلب العيش التوست. عايز ابص بس على المرقه اشوف اخبارها ايه،
هل يعني هنكسب منها حاجة؟ آه الله أكبر. شوف الملامح عاملة إزاي. عايز أقول لكم على سر في بالي ومش عايز أخبيه على حضراتكم. السر ده بيقول إيه؟ عشان أخلي التست المرقة دي، شايف المرقة عاملة إزاي؟ ركز معايا في اللي جاي والله يعني جربوها، جرب مش هنخسر حاجة، جربوها. شوف فرق المرقة، بس أنا أول بس أرفع عشان ما تحرقش. تعالوا كده جربوا معايا. المرقة شكلها حلو بس مش غنية. ليه بقى؟ يعني إيه بكلمة مش غنية؟ يعني مش زي مرقة الفراخ البلدي. بص مرقة عادية مش وحشة، ريحتها حلوة تمام التمام. أخليها حلوة إزاي يا شيف؟ شايف دي؟ دي أسرار والله يا جماعة، مش هتلاقوا حد يقولها لكم. خدت بالك منها؟ عليها إيه؟ مكعب مرقة يا شيف؟ أهو بص إحنا مع بعض. النبي يا تمام ما تتحركش بره الحلة. أنا هوريكم حاجة حلوة قدام عينيكم أهو. بص مرقة الفراخ البيضة لما حطيت معلقة الزبدة ومكعب مرقة عادي جدا كبهار، وقلبت حاجتي كلها مع الخضار اللي حاطه، اتفرج على الملامح احنا مع بعض، هي هتقف ما تقلقش. بص منظر المرقة راح لفين، شايف الدسامة راحت لفين، شايف شايف شايف. مع الغليان الموضوع هيختلف، تحس ان هي نازلة منها. بص المنظر، هي الزبدة بتسيح يا شايف. عملنا روح للمرق، ده المقصود من العزق، ودي دي سر مهنه او سر من اسرار المهنه. ناس كتير جدا ممكن ما تحبش تقولها. انا شايف ان لا، انا يعني حضراتكم طبعا عناية في كل الاسرار من جوه البرنامج ومن بره، احاول اجيب لك كل حاجه. بص المنظر المرق راح لفين، فرقت هتفرق طبعا في التيست المرقه، وهتفرق كمان في الدسامه بتاعت المرقه. هو ده اللي انا عايزه بصراحه، ان يكون المرقه فيها تيست برده، ويكون المرقه الدسامه بتاعتها برده يعني يعني اعرف اطلع منها صوص حلو. فدي تفصيلة مهمة جدا حبيت بس أوضحها لحضراتكم. طيب وبعدين يا شيف هرجع تاني بقى أخد الحلة اللي فيها كرفس وفيها عين الجمل معايا يا فندم. أفندم حاضر يا فندم. إيه؟ زينة هانم حاضر. صباح الفل يا فندم، أهلا وسهلا بيكي. زينة هانم. ألو. ألو. صباح الفل يا فندم. مساء الخير. مساء الورد يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، ربنا يخليك. تحت امرك. انا عايز اسال حضرتك على اكله اللازانيا. حاضر يا فندم، اوامرك. حاضر. على طول عندي مشكله ان العجينه بتاعه اللازانيا بتطلع معايا ناشفه. حضرتك بتسلقيها قد ايه يا فندم؟ انا صراحه ما بسلقهاش، جربتها مره من غير تست ومره بس نزلتها في ميه دافيه. طيب وحضرتك طب حضرتك بتحط لها كريمه تقيله ولا ناشفه؟ انا بعمل صوص البشاميل عشان عندي يعني في البيت مش كلهم بيحبوا الكريمه الثقيله. انا بتكلم على انا بتكلم على صوص البشاميل اللي هو كريمي بتاعها، يعني بيبقى تقيل ولا خفيف شويه؟ لا هو كريمي. كريمي. طيب حاضر ماشي هجاوبك. حاضر ماشي. حاجه ثانيه يا فندم؟ لا ربنا يخليك. شكرا شكرا لكلمتك وذوقك يا فندم، تحت امرك. طيب هي لازانيا عشان اريحك من الموضوع خالص، اما تيجي تسلقيها اسلقيها 7 دقائق، 7 دقائق ما تزوديش عن كده عشان تعرفي حتى ما تتكسرش منك، وتديها زيت ورقه يعني كل ورقه مكرونه او ورقه مكرونه لازانيا حبه زيت، وابدا ارسم لها وانا هسيبها على جنب شويه عشان ما تتشفش منك. وبجيب عندي البشاميل ساقع سريع زي ما كنا بنتكلم معاكم شويه على موضوع، لو انا حابب اعمله يكون كريمي كده اهو، هيبقى اخف في ايدي. لو حبيت احط عليه حبه لبن هخفه برده براحتي، يعني مثلا لو عملت كده بص مثلا شوف كده مثلا اهو، عايز اخففه شويه اهو. شوف الملامح، احنا بنخفف البشاميل براحتنا خالص. طب ليه بتخفف البشاميل؟ عشان هو كده كده هيبقى في جزء كبير جدا من التسويه تاني للازانيا في قلب الايه الحل البايركس بتاعي. فالافضل ان انا اسوي اللازانيا 7-8 دقائق، والصوص البشاميل اللي هعمله يكون خفيف عشان يبقى مظبوط مع حضرتك، ومش هيبوظ منك طول ما انت تعملي الصح. لو عملتي 5 معالق زبده و5 معالق دقيق ولتر لبن وشوحت الزبده مع الدقيق وحمرتيه وعملت بشاميل، ده اوبشن. او حضرتك هتجيب اللي هو الجاهز اللي انا بشتغل بيه ده على السريع مع لتر لبن او 4 كوبايات من اللبن، هسيبهم عندي يدفوا شويه ما يغلوش، انزل بالبشاميل زي ما عملته وكده تمام التمام. المكرونه عندي جاهزه والخلطه المفروم عندي جاهزه، واقفل كله ورق فراق بالهنا والشفا. حاضر. طيب انا كده تمام التمام، هعمل ايه بقى؟ انا عايز اخد حبه مرقه عشان استفيد بقى ايه بكل حاجه في وقت الفاصل اللي جاي ده، عشان بعد الفاصل ده هنطلع ان شاء الله على دمياط نشوف حكاية السمك في دمياط والمزاد. طب بص كده يا فندم معايا بقى، احنا بنطلع من المرقة بسم الله واحد. هبدأ أحط عندي مرقة براحتي، أسوي بقية حاجتي. إيه حاجتك بقى؟ هنا الصوص ده لازم يتسوى شوية. وفي الآخر خالص موضوع الكريمة
او موضوع ان انا احط له حبه البشاميل واخفهم دول بحبه اللبن فاقدر اوظفهم بدل ما اعمل كريمه تانية او بدل ما احط الكريمه لباني اقدر اوظف حاجتي. هو ده المطلوب ان شاء الله. انا هطلع فاصل صغير جدا ونطلع نشوف رحلتنا النهارده ان شاء الله في دمياط ثم الوصفه. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب الشوربه خلاص خلصناها لازم نصبها برده، والعيش التوست لو كان مكعبات او مثلثات براحتنا، يعني هو المفروض بنحط على الوش نحط عشان بس ايه يتصور وكل حاجه، لكن طبيعي على الاكل على طول مش دلوقتي يعني، بس هو احيانا بتحط عليه كمان عيش توست عليه جبنه وده برده حسب الرغبه من هنا والشفا. طيب نرجع بقى، كنا بنقول قبل الفاصل كان في تقرير لطيف جدا مع الاستاذ حسام شيخ الصيادين من شويه كنا بنتكلم معاه، ناس محترمين جدا. وعايز اقول لكم كمان في حلقه ان شاء الله ممكن نزحها بعدين، صورنا بقى ما احنا هنا ما طبخناش، هنا يعتبر شفنا السمك وفهمنا ايه الحكايه واشترينا سمك وحابين نروح نطبخه. فالراجل ده محترم جدا والله، يعني بقى لنا كتير يعني ما شفتوش بصراحه، بعت له السلام لو بيسمعنا النهارده. خدنا بيته واكلنا اكل دمياطي بيتي وصورناه على فكره، عملنا منه تقرير صغير جدا اللي كمان صورنا عنده في المطبخ. ف كان يوم جميل جدا، شكرا جدا لاهل دمياط، ربنا يديم محبه، واتمنى يا رب يكون التقرير عجب حضراتكم. طيب نرجع تاني، الشوربه خلاص خلصانه، الصوص الشركسيه ضربته في الخلاط في الهاند بلندر ولا ايه في الفاصل، ودلوقتي بقفله. والفراخ لما بتطلع من السلق عادي جدا بنبدا نحط لها تبرد شويه ونفصصها، ناخد الوراك لو هي كانت مش مظبطه ببدا استفيد بيها وافرمها احطها في الصوص، والصدور هبدا هجرنش بيها او هعلي بيها الطبق بتاعي. رز ابيض ساده، وعندي بالمره تعال نطلع السبانخ البشاميل. بسم الله الله الله، ادي السبانخ البشاميل. فاكرين الطبق ده؟ الوان لطيفه يعني، تبقى تبرد سنه وانا هلعب برضه نشوف الحكايه ماشيه ازاي. طيب ارجع تاني للصوص، هو كده زي الفل مش محتاج مني اي حاجه، ولا يعني ممكن ما احطوش كريمه عادي، ممكن امشيه زي ما هو كده، لكن هو الطبيعي بتاعه افتح شويه من كده واتقل شويه. فانا قلت لحضراتكم بدل ما احط بقى كريمه واعمل مش عارف ايه، لا انا احط عندي حبه صوص من دول فاكرينهم صوص البشاميل الكريمي الحلو ده، هاخد كده منه حبه اربط بيه صوص ونشوف حكايته ايه. ونفتح كمان، بص كمان حبه بس خلاص، ده كده صوص رائع ومش هحط له اي حاجه تانية، لان يعني الصوص ده كنت حاطط له حقكم فاكرين سيلين جوست الطيب ومبهرينه برده ومدلعينه، فياخد غلوه ومتشكرين. طيب وفكره ان انا شوف طبق السبانخ ده قدامي كده، انا عاجبني النهارده مش عارف ليه، لكن الطاجن اللي عاجبني اكتر من شكله ما بعرفش. طيب بص بص كده معايا يا فندم، شوف الصوص عامل ازاي منه فيه، انا مش عايز ابوظ طبعا الشكل الحلو، بس اكيد يعني هي مش محتاجه حاجه يعني، لكن واضحه جدا حبه الجبن اللي حاطينهم على الوش مع البشاميل عاملين لون وريحه حلوه جدا. نطلع بيه على طول على المائده وماسك نفسه، بس معلش انا اسف اسف جدا. بص يا فندم ماسك نفسه ازاي، مش 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 تحت منك هتلاقي فيه صوص بشاميل، لا ماسك بص شايف الجراتان بتاعه عامل ازاي والجبنه على المعقول. طيب يبقى ده الطبق الثاني لحضراتكم، فاضل عندي طبق الشركسيه، حبه رز ابيض عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين، وعندي هنا في برضو حاجة هطلع فيها الصوص الزيادة، طبعا الصوص كتير ولكن الطبيعي احنا بنجرنش بس بحبة صوص صغيرة جدا، والباقي بيبقى سيبرت او بيبقى لوحده على جنب عشان لما نحب نضيف ونزود براحتنا. الطبق يكون غويط افضل في التقديم عشان الصوص هيبقى كتير، فبالتالي يبقى في اركان يسند عليها، ميبقاش طالع بره الطبق مسلطحة، هيبقى برضو في تفصيلة مش لطيفة. طيب هجيب عندي هنا زي ما حضراتكم شايفين في الطبق ده، بص كده يا فندم، حبه من الفراخ اللي انا عملتها مفروض شايف يا فندم، وكمان عندي حبه عين جمل كمان هكسرهم كده بطريقه عشوائيه، وكمان عندي بصلايه محمره، ده كله في ارضيه الايه الطبق الحلو ده. بص المنظر عامل ازاي، هنا بقى الصوص هيحلو ويكمل ويكمل كمان بعين الجمل وكمان
فكره البصل المحمر. الصوص خلصانه زي الفل، هاخد بعضي كده واطلع اجيب الاول بس اسباتي وابقى غرفه. وابدا هنا اشرب الصوص ده. دي مش هتلاقوها كتير في، يعني مش طريقه حد قوي الصراحه، دي طريقتي انا الشخصيه. مش كل الناس هتعمل الصوص بالطريقه دي، بس انا بحب اخلي الصوص يبقى حلو. ومش شرط ان انا ابعطر الحاجات هنا على الطبق، لا انا بقسم الجزئين، باخد نص الفراخ اللي هحطها في الصوص هنا هو برده صوص، واخد نص كل حاجه احطها على الوش بحطها في قلب ده. فجربوا دي هتعجبكم جدا جدا، وما فيهاش اي حاجه بالتفاصيل ولا حاجه بالصعوبه، كل حاجه قدام عينينا. بسم الله، وهبدا هشرب بقى الصوص ده كله كده. حبه الكريمه اللي حطيتهم كمان، او انا ما حطيتش النهارده كريمه، حطيت البشاميل اللي باقي من عندي كربت بس او يفتح شويه اللون، اكيد فيهم تيست عالي كده. لو احنا عاملين الطبق السبانخ النهارده نفس الموضوع، نعمل حسابنا ناخد منها حبه ونجرب، مش هنخسر حاجه. حلو الكلام كده، كلام جميل. وهعمل ايه بقى؟ هشيل ده كده، وهاجي بقى اجرنش الاطباق بتاعتي واقفل حاجتي. صدر الفراخ اللطيف موجود قدامي هقطعه ده تلعب معاه برضه شويه. وعندي هنا زي ما حضراتكم شايفين، بص الملامح دي، دي صدور او عفوا وراك الفراخ المفرومه، غير الصدور دي، هدول كده بالشكل ده كده اهو. وهجيب عندي بقى ده، انا عايز اطلعه على المائده عشان ما اسقطوش بقى كده، عيد جمال على الوش كده كرنش برضه كده عشان يبين احنا ايه اللي في الطبق، يطلع على طول على المائده. الصوص زياده، الشكاسيه دي طعمها حلو جدا، مش انا بعملها لا، عامه هي تستاهل حلو جدا يعني. ادي الصوص اللي هنا والشيف لحضراتكم، وندخل النار دي من مره ماشيين كده. نرجع تاني هنا بقى نعمل ايه؟ نقفل الفكره دي. طيب هجيب عندي سكينه لطيفه، وهاخد عندي صدور الفراخ دي ممكن بالطول بالشكل ده كده اهو كده، ممكن كده كمان، مش شرط يكونوا كاملين يعني، مش شرط يكون الشكل كامل. ممكن على فكره لو انا مش عايز اعمل فرخه كامله واقطع واشفي واعمل الحاجات دي كلها، عادي جدا ممكن اجيب صدور فراخ ووراك عادي. وابدا ارص انا كده بالشكل كده داير ما يدور حبه الرز اللي عندي. فكره لطيفه، ودايما بنحطها صدرين كاملين او الوراك كامله. انا الفكره دي بس يمكن تعجب حضراتكم ان شاء الله، تبقى مختلفه شويه عن كل المرات. العدد ده سبحان الله، كاني على كل ضلع لقينا حته فرخه. حلو الكلام ده، كلام جميل وزي الفل وتمام. في افتكاسه جت على بالي، والنهارده بقول لكم انا بحب اعمل حاجات ما تكونش عاديه برضه. افتكاسه ما هيش شرط، العيش الكرتون او العيش التوست ده كده كده انا عامله للشوربه للامانه، مش عامله للشكاسيه. ولكن لو فلاش باك ورجعنا مع بعض ربع ساعه فاتت كده، هتلاقي ان العيش ده احنا واخدين اصلا القلب بتاعه فارمينه في قلب الصوص، فمنه فيه، فمش حاجه غريبه. فياخد حبه من ده كده هنا، لو حبينا هيبقى تيسته عالي جدا جدا، لو حبينا، ما حبيناش برضو يعني ما يشغلش حضراتكم قاعدين زي ما احنا. طيب وعندي الصوص هينزل بقى كده دلوقتي، ولكن عايز اعمل حاجه حلوه في الصوص ده بصراحه على بالي. هتقول لي شيف انت خلاص خلصت اغرب بقى الصوص، اقول لك انا في عندي حته قشطه عايز اعلي بيها التيست الصوص، ما حطيتش كريمه زي ما اتفقنا وما ظبطناش فكره الكريمه كتير، ولكن على بالي دلوقتي ممكن اعمل حاجه احلى واحلى كمان، مش تبقى حاجه عاديه. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. هاخد بس كده بوله صغيره اشتغل بيها، هاخد كده معلقه قشطه من اللي عندي. هتفرق، هتفرق جدا اكيد، ما دام يعني شغلتني اكيد هتفرق كتير جدا. واروح بقلبها كده مع بعض، واخد حبه صوص من دول هنا كده عليها، وهياخد عليهم ركز معايا في دي حبه بقدونس في النص تكسر اللون. وابدا اقلب القشطه كده بالبقدونس الاخضر مع حبه البشاميل، حبه الصوص الشركسيه اللي فيهم بقى كل الدلع ده كله، وابدا اقلبهم مع بعض كده شويه 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 كده يندمجوا، عشان انا دول ايه اكيد فيهم تيست مختلف، اكيد فيهم تيست مختلف. هاجي اروح حاقل دول على الوش كده. بص الصوص انا عامل ازاي، اتقل من اللي هنزل بيه دلوقتي اهو، ده صوص تاني خالص اللي انا عملته. حلو، وهاجي بقى راح جايب عندي الصوص بقى ان انا عامله عادي جدا، وابدا اقفل هنا بقى على الجوانب بقى. شوف اهو ده ما يدور الرز، الصوص اللي فوقاني ده
ابو بقدونس ده هتلاقيه تيست برضو فيه قشطه مختلف شويه كده بس كده. وهاجي كمان اروح اقفل الطبق بتاعي كمان بملامحي اللي انا كلمت عليها من شويه، عين الجمل على الوش كده عشان يبقى طبق شركسيه حلو بقى. يعني احنا مش بنعمل شركسيه غير كل سنه مره ولا حاجه، بس تتعمل صح لما تتعملش. انا وجهه نظري كده عامه، الاكلات اللي هي تبقاش كده دي ممكن نحرف فيها زي ما انا عملت الحاجات المعقوله، ولكن مش دايما التحريف فيها اوفر بيبقى لطيف. هجيب عندي البصل المحمر وهعمل كده وهمشي كده على الوش وبالهنا والشفا. وده اخر طبق لحضراتكم، اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم، فيها اختلاف شويه، طبق شركسيه، طبق سبانخ بالبشاميل، وكمان عندنا شوربه بصل بالعيش التوست. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.